السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بسم الله ورحمة الله وبركاته.